الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا اليوم الجمعة 11 من أكتوبر لعام 2024، ونصل في هذا اليوم إلى منافسات الكبار وسن الثنايا لهجن أبناء القبائل الأشواط العامة. وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم 15 شوطا، هذا هو أولها يستعد للانطلاقة على الهواء مباشرة، وهو الشوط المفتوح للثنايا البكار، واستعداد تام من السادة المشاركين والحاضرين في هذا الشوط، متمنيا لهم التوفيق في هذه الانطلاقة الصباحية في هذا السباق المحلي الثاني الذي تقام فعالياته في هذه الأيام. وهكذا مشاهدينا على بركة الله وحفظه ينطلق رئيسي الثنايا. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، هذا الشوط النخبوي، هذا الشوط الذي تحضر فيه النوعيات وتحضر فيه الشعارات الكبيرة والشعارات العملاقة، هدفا لاختطاف وانتزاع شوط رئيسي هنا في هذا السباق المحلي على أرضية ميدان الشحانية، أرضية ميدان التحدي. هنيئا للفائزين بالأشواط الرئيسية وبعموم الأشواط، كما نهنئ جميع الفائزين في السباقات وفي الأيام الماضية، ونتمنى التوفيق للمشاركين اليوم والأيام القادمة. هكذا تمت الانطلاقة. أرحب بالمشاهدين الكرام عبر شاشات التلفزة، قناة الريان وقناة الكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن. الترحيب بالحاضرين معنا على أرضية الميدان والمستمعين عبر أثير الراديو. نتجه مشاهدين الكرام إلى مقدمة الشوط لنتعرف على المراكز الأولى، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول. ظن حمد بن زيد بن حمد الحسن المري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل للمركز الثاني، تصل فيه شواهين لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع، تحتل المركز الثاني، بينما النقلة التالية إلى المركز الثالث وصلت ديمة سعد بن سعيد بن سعد الرفادة مقدما ديمة على المركز الثالث. المركز الرابع اللي قادم على المركز الرابع مضمونة، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يقدم مضمونة في المركز الرابع. ننتقل للمركز الخامس، ومن تتسلل إلى المركز الخامس وصل التصريح لمحمد بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي. هذا هو نداءنا الأول مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم. أسماء قوية في دائرة الخمسة المراكز الأولى، دائرة الأسماء المذاعة المصرح لها بالنداء والإذاعة، بل النجوم المتوهجة في انطلاقة الثنايا في هذا الشوط الرئيسي. مقدمة الشوط تغيرت وتبدلت مع شواهين محمد بن فاران بن عتيق بن قريع على مقدمة الشوط. أيضا هنا المتسللة بدورها ديمة سعد بن سعيد بن سعد الرفادة تتسلل شيئا فشيئا إلى مقدمة الشوط بشعار الرسمي، بينما شعار فاران بن عتيق بن قريع شعار خطف في هذا السباق المحلي شوطين رئيسيين في من خلال 15 دقيقة في سن اللقاية عندما اختطف شوط البكار والقعدان. يعود اليوم في سن الثنايا يريد اختطاف الأشواط الرئيسية، يقدم شواهين على المركز الثاني. المركز الثالث تصل هنا اسم خطير، له ما له من الإنجازات، له ما له من السجلات الحافلة، تصل مضمونة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الثالث بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي في التضمير. ننتقل إلى المركز الرابع اللي تسللت، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقة. دمعة
جابر بن سالم بن جابر بن فاران يصل الشبل، يقدم دمعة بهذا الدخول القوي للغاية وهذا الدخول اللافت. دمعة 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 تسللت من خلف المراكز إلى المركز الرابع مباشرة وفي طريقها إلى المركز الثالث. ما شاء الله على هذه الانطلاقة يا أبو جابر. يا الشبل يقدم دمعة في أقوى أشواط الثنايا اليوم، وهو خبير في هذا السن وفي كل الأسنان. أبو جابر المركز الرابع مضمونة مع الجنرال هادي بن خليل الشهواني، المركز الخامس اللي تصل فيه شاده سالم بن محمد بن عجيان، وهذه شاده احد بطلات ميدان التحدي وحلت في المركز الثالث في السباق المحلي الماضي، ولها في هذا الشوط الرئيسي طبعا ولها الانجازات الكثيره في العام الماضي. شاده لسالم بن محمد بن عجيان المري على المركز الخامس، ونترقبها ايضا في الامتار القليله المتبقيه. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى ديمه ما زالت على المقدمه، ولكن دمعه بدات تتسلل مع الكيلو وين الاخيرين عن خط النهايه بشعار جابر بن سالم بن فاران، احد الشعارات القويه، احد المضمرين الاكفاء، الشباب المبدعين بل المميزين. يقدم دمعة في أقوى أشواط الثنايا، خيرة الثنايا، ودمعة تسللت واستلمت زمام الأمور وفي طريقها إلى خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله، دمعة مع المركز الأول مع صدارة الشوط والعصف الأبطان. المركز الثاني تحركت ديمة بشعار سعد بن سعيد الرفادة، يقدم ديمة على المركز الثاني أيضا، شعار الرسمي من الشعارات القوية واللامعة والحاضرة في الأشواط الأولى. يلا يا أبو سعيد، دمعة مع المركز الثاني وكيلو ونصف عن خط النهاية. المركز الثالث شواهين بن قريع، فاران بن عتيق بن قريع، يقدم شواهين على المركز الثالث مضمونة بشعار الجنرال هادي بن خليل الشهواني، وبمتابعة الجنرال أيضا سعيد الزعبي على المركز الرابع. المركز الخامس اسم قوي وهي شادة سالم بن محمد بن عجيان، أيضا من الأسماء الخطيرة. الكيلو متر الأخير نقترب منه يا مضمرين، ولكن دمعة حتى هذه اللحظات تسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بهذا الشكل الفنان، بهذا الأداء الممتاز. دمعة يا دمعة يا دمعة، دمعة مع الشبل جابر بن سالم بن فاران، نفتتح الكيلو متر الأخير ودمعة على المركز الأول بدون أي منافس على الإطلاق حتى هذه اللحظات، منفردة بالمركز الأول. دمعة 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 وجابر بن سالم بن فاران، الانطلاق ذاتي والدفع تلقائي. وصلت شواهين، فاران بن عتيق بن قريع، ووصلت ديمة، سعد بن سعيد الرفادة. الشوط الرئيسي رئيسي الثنايا حتى هذه اللحظات بقبضة دمعة، تسيطر عليه دمعة كل السيطرة. دمعة مع المركز الأول مع رئيسي الثنايا، مرت من لوحة الاثنين وخطفت هذا الشوط، وما زالت تكمل طريقها إلى الناموس. هذه دمعة تحركت ديمة على المركز الثاني، سعد بن سعيد الرفادة، وصلت مضمونة، وصلت شادة، الأسماء الخطيرة تصل في هذه اللحظات. دمعة دمعة ولكن مضمونة، ولكن مضمونة، ودمعة ما زالت على المقدمة مضمونة. الجنرال هادي بن خليل الشهواني، عبد الهادي بن خليل الجنرال، ينتزع رئيسية ثنايا، ينتزع رئيسية ثنايا. شادة قادمة أيضا في المركز الثالث، دمعة في المركز الثاني، ولكن مضمونة. عبد الهادي بن خليل الشهواني مضمونة، مضمون لها الشوط الرئيسي مع الجنرال، مع الجنرال. شعار عبد الهادي هادي بن خليل، هذا الشعار المميز، هذا الشعار الكبير، ينتزع رئيسية ثنايا. سلام الجنرال، سلام سلام مضمونة، سلام تحية واحترام لهذا الشعار ولمضمونة على اختطافها رئيسية ثنايا. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. سلام يا الجنرال، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني شادة سالم بن محمد بن عجيان المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه دمعة جابر بن سالم بن جابر بن فاران. المركز الرابع، المركز الرابع ديمة سعد بن سعيد الرفادة. المركز الخامس، المركز الخامس شواهين محمد بن فاران بن عتيق بن قريع. إذن مضمونة تنتزع
رئيسي الثنايا بهذا العرض اللافت وهذا الأداء الكبير، وتتوج بطلة لسن الثنايا في هذا السباق المحلي الثاني، وتبشر بالخير، تبشر شعار الجنرال ومحبين هذا الشعار، شعار الرموز وشعار السيوف وشعار انحصد الجوائز والرموز والسيارات، تبشرهم بالخير في هذا الموسم. إذن تصل قاطعة المسافة 5 كيلومترات في 8:07، 72 جزء من الثانية. تهانينا للجنرال هادي بن خليل بن منصور الشهواني، والتهاني موصولة لسعيد بن راشد الزعبي على فوز مضمونة بالشوط الرئيسي. مركز الثاني اللي ما قصرت شادة، قطعت المسافة في 8:08:64 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك شادة. سالم بن محمد بن عجيان المري المركز الثالث اللي تصل فيه دمعة، ما قصرت أيضا، قدمت عرض تشكر عليه. 8:09:49 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك دمعة جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. تهانينا وناموس لكل الفائزين. تتواصل الأشواط الأولى.